السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم اليوم؟ ما كنتش غادا نصور نهائيا، ولكن قلت علاش لا ما نديرش لكم فيديو على الكارلاج او الزليج. ملي كتكون طالعه في ديك السيمه البيضاء، ملي كيكون الكارلاج جديد وكتكون السيمه البيضاء ديالو طالعه، يعني الزليج ما كيكونش فيه ديك اللون وداك داك النقاء وداك الصفاء ملي كنشرو جديد. يعني ملي كيجي كيتركب كتولي تطلع لينا داك الشهوبيه او داك السيمه البيضاء، كيجي باهت موسخ. بزاف الناس كيتشكاو من هذا الشيء، يعني كتشري زليج بالعشق ومن بعد ملي كيركبوا ليها زليجي كتلقى النتيجه كتصدم، يعني الصراحه كيكون موسخ وحالته يعني لا علاقه. ولكن خاص كيت لي برودوي، انا جربت بزاف لي برودويات وجربت بزاف الوصفات اللي كاينين في اليوتيوب، من بينهم البيكربونات والخل، خميره الحلوه والحامض، بزاف 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 بزاف. حتى وحده صراحه حتى وحده ما كتصدق، يعني كتحكي ضربي عليهم تمارز اللي جبد الليجا، وملي كتجفي كينشف كتطلع لك ديك الشهوبيه بحال ما درتي حتى شي حاجه. كيتنقص ولكن ما كيتنقش بالمره. انا غادي نوريكم صراحه ما عندناش البديل على الماء القاطع اللي كيتباع عند الدروغري، كاين نوريه لكم. ها هو حدايا هذا الماء القاطع، هذا كيدير 8 دراهم عند الدروغري، فيه 30 دوغري، هذا ديال 30، كاين تاع 40 ولكن تاع 40 مجهد، خذوا غير ديال 30، دير 8 دراهم. الريحه ضروري خصكم ديروا الماسكات كلشي موجودين دابا في الديور. ملي تبي تحكي الزليج ديالك خاص يكون ولادك في المدرسه، ما يكون حتى شي حد، تكوني انتي تحلي الشراجم، ديري الماسك ديالك اللي قالت بيان سيغ وتحكيه. كيتخلط مع الماء، هذا ما كاين قد الماء قد هذا قد الماء القاطع. كديري نص نص وكديري في السطل وكديري ان بغوص وكتحكيه كتحكيه، وملي كتحكيه ما كتكرطيش ديك الساعات، كتخليه واحد شويه يعني يعطي المفعول ديالو. من بعد كتكرطيه، كتسيقيه، كتجفيه، وملي كتجفيه كتعاودي بالصابون البلدي يكون سائل، هذا صابون بلدي، كتخويه في البلاصه اللي بغيتي تحكيها وكدوزي عليها بالجفاف فازق وكتدهنيه وكتخليه. انا غادي نوريكم النتيجه وتشوفوا بعينكم وتحكموا بنفسكم، يعني انا ما غاديش نقول لكم شي حاجه اللي هي خياليه ولا اللي ما غتصدقش لكم، ولا عناوين زعما كنديري البيكربونات والحامض ولا البيكربونات والخل والنتيجه مبهره وداكشي كله غتفرويح وغنفوحان. اجي نوريكم التجربه، بقاو معايا وغادي نوريكم. هانتوما الروينه، هاي قرعه الاولى سالات، هنا درت قرعه تاع الماء القاطع، حكيتو مزيان وخليتو ما كرطوش، دفعت غير بالشطابه داك الوسخ خرجتو. هنا راه باقي مازال ما تحكش لان هنا مازال ما كاملش. نجي نوريكم هذا البيت ها كيفاش كان. هانتوما الزليج الحاله اللي فيها، شتو؟ وهذاك الماء الموسخ اللي فيه الماء القاطع راه جريتو هنا يترقد شويه، وغادي نديكم معايا تشوفوا الميوف دايزين لحقاش هاد الماء القاطع شويه واعر. ردوا البال ضروري اللي قالت بالماسك، هنا حكيتو ودرت له الصابون البلدي، هذا راه الصابون البلدي، يعني من بعد غادي نجفو ونوريكم النتيجه. الصراحه انا داك ملي حكيتو البارح وجفيتو وملي جيت لقيت الزليج صراحه تنقى مزيان، ودرت دابا الصابون البلدي باش يعطي داك اللمعان ديالو وباش ما تبقاش تطلع ديك الشوبيه، اصلا ديك الشوبيه مابقاتش كتطلع بالماء القاطع، ولكن باش يرجع اللون ديالو الاصلي الزوين. حتى نجفو ونوريكم كيفاش غادي يكون. هانتوما هنا راه باقي مازال ما قصتوش، هادشي راه باقي موسخ، هاد الزليجتو هنايا، هنا راه كاين داك الجوان، دار واحد الجوان في اللون ديال الكغلاج، كيبقاو لي طاش ديالو وتوسخ ولا كاع باهت. وشو الحاله، هادشي كله خويتكم غادي نضرب عليه تماره، غنضرب عليه الكورفي، هادشي كله خاصو الحكان. انا غادي دقه دقه، غادي بيت بيت،
كنكمل. هاد الزليج هاد الصفوريه اللي كتبان بالزليج والزليجه هاد كلها خصنا نتحكم بالماء القاطع باش يرجع اللون ديالو الزوين. هاي هذا الحمام، شو الزليج كيداير حالته، راه كان هكا في البيوت كاملين، هكا كان الزليج هكا وفي هذا البيت بحال هكا. هانتوما هذا مازال ما بديتو حالته، يعني هذا والله ما درتي له الماء القاطع الا تفك، الا ما درتيش ليه الماء القاطع والله لا خرج لك الزليج، واخا تبقاي تغسلي فيه من هنا 10 سنين للقدام. هنايا درت له الماء القاطع ها هو كيولى. من بعد غادي نكرطو مزيان وغادي ندير له الصابون البلدي ونخلي ترقد فيه الصابون البلدي، ومن بعد غادي نضربها ليه بواحد الجفه ونوريكم النتيجه وحكموا بنفسكم. جميع الوصفات اللي كاينين في اليوتيوب انا جربتهم كلهم كذوب في كذوب، الوصفات الجوج اللي ناجحين وهاد الماء القاطع ديال 8 دراهم اللي كاين عند دروكري اللي دارت 30 دوغري في 30 درجه وبالصابون البلدي فقط. هادو هما جوج الوصفات كديريهم ضروري، كديري كديري الماء القاطع كتسالي منه وكديري الصابون البلدي. دابا كاين انا حكيت، غادي نمشي نحك هنا ونوريكم النتيجه. صراحه التماره ما نقولش لكم، وديك الصباغه اللي كاينه في الارض وكلشي كيمشي مع القاطع، الماء القاطع ما كيخلي حتى حاجه، لا صباغه لا ليطاج لا حتى شي حاجه. عقلوا هانتوما هذا البيت ها هو الصغير، شتو كيدير، ومن بعد غنوريكم النتيجه. ها هو الماء القاطع، انا فزكت الارض كما كتشوفوا الصباغه والحاله، وغادي نكب عليها نص قرعه تاع الماء القاطع لان البيت هذا غير صغير. غادي نكب على هذا نص قرعه، ضروري الماسك شفتو ريحه خطيره، ضروري تحل الشرجم. الى غادي نبدا نحك باش شفتو الدخان اللي كيطلع، غنحك ونوريكم النتيجه من بعد. ها هو البنات اللي حكيتو، هاتي والله العظيم الماء القاطع وكتحكي حتى كيطيحو ليك كتافك. هما دوك اللي كتقول لك البيكربونات والخل، ما قدر الماء القاطع نبقى غير البيكربونات والخل، راه كامل اللي كذوب على عباد الله وتجيبو وصفات باش تجيبو البوز. راه حشومه هاتي داك المجهود اللي غادي ديرو وحده وهي كتحك بالخل وبالبيكربونات، يعني راه ملي غتسالي مسكينه راه غتصدم غتجفف غينشف الكارلاج وغادي يرجع لها كيتان. ديري الماء القاطع وحكي، راه بالماء القاطع وبالشيتا وحكيت مزيان لما حتى الشيتا واجد صح تفورات والشيتا واجد هكاك بالحكام كنحك زليجه بزليجه باش يخرج. دابا كاين هو خليته بحال هكا كرد داك الوسخ، ما كردتوش الشطب داك الوسخ كله خرجته، بقى الزليج بحال هكذا. غادي نخليه في البرودوي واحد شويه بلا ما مشيت انا للبيت الاخر اللي حتى هويا ها هويا من قبيله وانا مخلياه. غادي نكرط هاد الوسخ اللي غادي نسيق ونجفف، اللي غادي ندوز الصابون البلدي نمشي نجفف البيت الاخر اللي فيه الصابون البلدي وحكيته من قبل باش تشوفوا النتيجه بعينيكم وتحكموا بنفسكم. انا راه ما كذبت عليكم حتى شي حاجه وغادي تشوفوا النتيجه، رضاتكم رضاتكم ما رضاتكمش راه هذا هو جهدي عليكم، وراه ما كاينش شي برودوي اخر من غير هذا اللي يقدر يخرج لكم الزليج. غادي تشوفوا النتيجه وغادي تبهركم انا اكيده. هو البنات كردت وغادي ندير الصابون البلدي، هو حاطه هنا في الشميشه. غادي نخير النص ديال هاد القرعه ونص الاخر نخليه للبيت الاخر بحال هكا. صافي شويه اللي بقى ها هو هاد الصابون البلدي، غادي ندير الجفاف نعصرو مزيان وغادي نبدا نمسح بحال كندير ديك لاسيغ، كندهن الزليج كامل وكنخليه واحد ساعة المكانه اللي غادي نجفو. ها هويا غادي نعصر الجفاف وغادي نجف نمسحو بالصابون البلدي وهلي، من بعد غادي نجفو مزيان بميه نقيه الجناب وكلشي ونوريكم النتيجه النهائيه وغتحكموا بنفسكم.